هنتكلم النهاردة عن هيلو فاير هارت أو هالو فاير هارت. ده أرمور إكزوتيك. مهارته الأساسية والإجراء الأساسي بتاعه إن هو بيشتغل على السولار أبيليتيز بتاعتك، سواء الشيلد أو الجامبنج بتاعك أو الجرنيدز أو حتى الميلي، بيبدأ يرفع معاك الكلام ده كله بشكل نسبي. طبعا مش محتاج حاجه معانا عشان تبقى موجوده معايا، عشان تخليه تديله مثلا كومبينيشن او تعمل كومبانيون معاه كويس. في نفس الوقت برضه هو كل اللي هو محتاجه ان احنا بس نرفع الانتلكت، بس حاجه بسيطه عشان يبدا يفعل معايا شويه، لان هو هنا النسبه برضه الاساسيه بتاعت ما بيرفع معاك سرعه السولار ابيلتي بتترفع ما بتبقاش كبيره قوي، بس هي نسبه مؤثره مش قليله. الموضوع ما خدش معايا غير ثواني بسيطه، وكان عمل ريتشارجنج للمهارة بتاعت السوبر بتاعتي. نبدأ نبص مع بعض كده على حاجة معينة. انا كده مجرد ما فعلت المهارة بتاعتي طلعت بسرعة كبيرة. نجربها. زي ما احنا شايفين الشريط بتاعه بيبدأ يشتغل بسرعة كبيرة شوية، رغم ان انا برضه هنا مش معلي الانتركت اوي. الشيست ده هو بيعمل من خلال ايه؟ انا بالنسبة لي اشتريته من زر، لانك ممكن تلاقي زر بيبيعه في بعض الاحيان. في نفس الوقت برضو ممكن يقع من الاكزوتيك انجرام اللي بتيجي منه في بعض الاحيان، ممكن يقع من الراندم دروب اللي موجود في الورد ككل، سواء نايت فولز او ديل او كورسيبل او جامبت او الكواكب بشكل عام زي ما احنا شايفين. احنا لو بصينا هنلاقي عندنا تقريبا خلاص هو خلال اقل من ثواني بسيطة، حتى من غير كيل او من غير اي حاجة بنلاقي هو بدأ يشتغل على طول. ولو نبص حتى هنلاقي واحنا بنعمل كيلز بيه، هنلاقي النسبة اللي بتعمل لها ريجنريتد للسوبر ابيليتي بتاعتنا اعلى من العادي. ده المزايا الاساسية اللي موجودة فيه. برضو درع الميزة بتاعته بسيطة، مش محتاجة شغل عليها كتير، مش محتاجة كومباني مع حاجة معينة، مش محتاج اي اجراء موحد انت ممكن تعمله. هو كل الموضوع انت بتبدأ بس تشتغل عليه، انت بتظبط الديسيبلين بتاعك عشان بس يرفع من السرعة بتاعتك اللي انت بتستخدمها. وممكن تعمل كيلز كتير هتلاقي برضو ده فرق معاك شوية. بس واتمنى اكون فدتكم وشكرا. زي ما احنا شايفين برضو كده المرة الاخيرة مجرد كيل بسيطة او كيلز مثلا عدد معين بنلاقي الشكل بتاع المهارة عمال يشحن بسرعة. احنا شايفين احنا ما كملناش مثلا اقل من دقيقة دلوقتي وشحن خلاص النص بتاعه، بينما اصلا عندي الديسيبلين يعتبر في الارض اساسا وانا مش عامله، يعني مش معليه خالص معاه. بس وشكرا.